إن القدس الشريف يناديكم ويستغيث بكم أيها الإخوة لتنقذوه من محنته ومما ابتلي به، فماذا يخيفنا؟ هل نخشى الموت؟ وهل هناك موتة أفضل وأكرم من أن يموت الإنسان مجاهدا في سبيل الله؟ نريدها قوما ونهضة إسلامية، لا تدخلها قومية ولا عنصرية ولا حزبية، إنما دعوة إسلامية، دعوة إلى الجهاد في سبيل الله، في سبيل ديننا وعقيدتنا، دفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا. وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب لي الموت أن يكتب لي الموت شهيدا في سبيل الله. أرجو أن تعذروني إذا ارتج علي، فإنني حينما أترك حرمنا الشريف ومقدساتنا تنتهك وتستباح وتمثل فيها المخازي والمعاصي والانحلال الخلقي، فإني أدعو الله مخلصا إذا لم يكتب لنا الجهاد وتصنيف هذه المقدسات ألا يبقيني لحظة واحدة على الحياة. وآل هناك النفوس تسامت علاها وترقى وتسعى لوصف الكمال، وترقى وتسعى لوصف الكمال. سنأتي إليك نشد الرحال ويعلو الأذان أذان بلال، سنأتي ببأس اليد الخلال ونشفي الصدور بوأد الضلال، ونشفي الصدور بوأد الضلال.